صرحت في الاسبوع الماضي بانه كان عندي حديث مع السيد وزير العدل السيد وزير العدل اختار انه يقدم توضيحات عبر قناه تلفزيات تسجل يمكن البرنامج بيومين قبل ما ما طلعوا عليه المواطنين حتى الحد هذا هو اللي خلى ربما الساعات تطول شيئا ما لكن اعتقد بانه السيد وزير العدل قدم كل المعطيات المتعلقه بهذا الموضوع اللي قلت يهمه وزاره العدل شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته